بلادنا بشكل موسع وأنصتنا لبعضنا البعض. وبالتالي السيد الوزير كلماتي سوف تكون لكم. أولا أن أشكركم جزيل الشكر على طيب الحفاوة التي أحطتموني بها، وأعتمد على هذه العلاقة الشخصية معكم، وهذه علاقة جديدة تنبني على الثقة بين الوزيرين، وزيري الخارجية لبلدينا. واليوم أقوم بأول زيارة رسمية كما ذكرتم للمغرب العربي كوزير لأوروبا وزير الشؤون الخارجية، واخترت المغرب. وبين المغرب، بين فرنسا والمغرب، وبين الفرنسيين والمغاربة هناك رابط استثنائي يجمع رئيس والسيد رئيس الجمهورية. يريد أن يبقى هذا الرابط متميزا ويتعمق أكثر في غضون الأشهر القادمة، وطلب مني أن أنكب على ذلك، وطلب مني أن أجدد هذا الرابط معكم، وسوف نبدأ بذلك. تعزيز هذه المهمة سوف تهم كل المجالات. طلبت من السيدة وزيرة الثقافة التي تقوم بالعديد من التنقلات الوزارية، ووزير الاقتصاد الشيخ رشيد داتي، والسيد عمدة، ليأتوا هنا في غضون الأسابيع القادمة. وفي هذه الروح سوف نكون مسرورين باستقبال وزراء مغاربة في فرنسا في غضون الأشهر القادمة، سعيا لتقاسم هذه الخارطة الطريق الجديدة. تجديدا لهذا الرابط، خارطة الطريق هي واضحة وطموحة. مشروعنا ينبغي أن يكون في مستوى التحديات القادمة للقرن، وسوف حتى نكون سويا في ظل الاحترام والشفافية وشكل من الإخلاص والوفاء الجماعي. ونحن انكببنا هذا الصباح على هذا العمل، و في غضون الأشهر الماضية تبادل الدبلوماسيون فيما بيننا حول عديد من القضايا، حول كل هذه القضايا التقارب فيما بيننا طبيعي، ومصالحنا أيضا هي متقاطعة. وأود أن أركز على بعض النقاط هنا في هذه الندوة الصحفية حتى نكون أكثر في هذا التمرين ملموسا. هدفنا أولا هو بناء في إطار شراكتنا بالنسبة للثلاثين سنة القادمة. المغرب تغير بشكل عميق، وأنا لدي انطباع جيد وارتسام جيد على الإصلاحات التي انطلقت والمشاريع التي أطلقت بمبادرة من صاحب الجلالة، الذي يضع التنمية البشرية في صميم النموذج التنموي الذي حرك المغرب وأيضا فرنسا. السيد الوزير، تغيرت فرنسا أيضا، وعلينا أن ننظر إلى تحدياتنا بالكثير من التبصر، وعلينا أن نستعيد ونرد على توقعات شبابنا. وهذا نقطة تقاطع فيما بيننا، وأن نحول اقتصادنا من أجل التحول نحو المستقبل في عالم ما فتئ يتغير وعنيف. وقد أشرت من العديد من التحديات، من الأزمات والتحديات كبيرة تكنولوجية وبيئية وأمنية أيضا لبلدينا، وسوف ننظر إلى هذه الوقائع بطموح. ومصدرنا ومنبعنا هو تلك العلاقة المتميزة الفريدة التي أتاحت لنا أن نتجاوز الكتم الحديد بالأمس واليوم. شراكتنا سوف تكون شراكة متقدمة في مجال الطاقة والتكوين والتدريب وخلق منظومات صناعية إبداعية ابتكارية ومجالات أخرى. والمغرب يمكن أن يعتمد على فرنسا للدفاع عن أولوياته الوطنية اليوم وأيضا في المستقبل. وأود هنا أن أشير دون مناورة إلى قضية ومسألة تناولناها وتناول العديد من النقاط، والقضية هي كانت في أجندتنا اليوم ويتعلق الأمر بالصحراء. وهذا في الواقع رهان وجودي بالنسبة للمغرب، ونعرف ذلك، وهناك مخطط الحكم الذاتي الذي هو موضوع منذ 2007. والسيد الوزير كما تعرفون شخصيا بأنه منذ
أصلي هذا المخطط. المغرب يمكن أن يعتمد على الدعم الواضح والمستمر لهذا المخطط، وقلته وأكرره اليوم بمزيد من التشديد، فهو اليوم أن الأوان نمضي قدما، وسوف أحرص شخصيا على ذلك. من حيث الشراكة، فالعلاقة علاقة أوروبا والمغرب هي أيضا استراتيجية، وتناولنا هذه النقطة، وهذا أمر بديهي لأن المبادلات هي قوية في كل المجالات على المستوى الأكاديمي والتجاري والصناعي. إذن هكذا سيدي الوزير، كما قلتم فرنسا كان لها مبادرة في ذلك الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكنا نريد أن ندعم الاختيار التاريخي للمغرب، اختيار متبصر لبلدكم في هذه اللحظة ليتوافق مع أوروبا. أيضا فرنسا سوف تواصل للتعبئة لتعميق هذه الشراكة، سأحرص على ذلك أنا شخصيا، والتزامي أيضا على تجربتي على المستوى الأوروبي. وفرنسا والمغرب يمكن لهما أن يساهما سويا في استتباب وإحلال السلام والأمن، وهذا أمر مهم في العالم الحالي أمام الأزمة التحديات. فقد تناولنا بشكل كبير قضية الحرب في أوكرانيا وفي غزة. وفي خصوص النقطة الأخيرة، أنا ألاحظ الكثير من عدد من التقاطعات فيما يخص السياق والتشخيص والمقترحات الممكنة على المستوى الميدان الإفريقي، ودور المغرب هنا دائما يسعى من أجل الأمن والتنمية، وهذا دور رائع وود أحيي وأشيد به، سوف نتناول ذلك فيما بعد. وأود أن أقول بأن فرنسا مستعدة للعمل مع المغرب في هذا الصدد. وفي نفس التوجه، نحن يمكن لنا أن نحمل سويا مبادرات من أجل رفع التحديات التي تستلزم منا أجوبة جماعية. وهنا أستحضر قضية التحول البيئي والمناخي وتقاسم الثروة والتربية والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. وهنا أود أن أشيد وأهني المغرب على انتخابه مؤخرا في رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وأنا والسيد ونحن دعمنا فرنسا دعمت هذا الترشح للمغرب. إذن وبكل تصميم وشغف وحماسة ومع احترامنا وصداقتي كلها للمغرب وللمغاربة، أود أن أعمل معكم سيدي الوزير عزيزي ناصر لبناء شراكة استراتيجية مغربية فرنسية، لنقدم أيضا أجوبة للتحديات التي علينا أن نواجهها اليوم وغدا لفائدة بلدينا. وهنا أفكر في المصالح العامة لبلدينا وأيضا لمنطقة المتوسط من أجل الإفريقا بالنظر إلى وضع العالم الآن. سيدي الوزير عزيز ناصر، فكرة أن نفتح هذه الصفحة الجديدة هي مصدر ومبعث فخر لي، وسوف أنخرط بذلك كل طاقتي، وشكرا لكم على حسن الوفاء هذا الصباح، وأنتظركم أنا أيضا قريبا في باريس. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.